هاي المرة الثانية اخترع من عنده خراب، انه غير خراب. حياكم الله شباب، شو اخباركم؟ شو تسوين؟ ان شاء الله تزينين. رجعت وياكم بيوم جديد وفلوق جديد. شباب قبل فترة اذا تتذكرون صورت يم ذاك المحل مال الموبايلات وذني السوالف الحاشكلات اللي حبيته كلش، صورت يمه. بس هالمرة لا ما راح اصور يمه. شباب اكو سالفة بامريكا، ما تعرفوا امريكا بيها كلش هواية اعياد اكثر من العراق حتى. طبعا مثلا عيد الشكر عندهم، حتى يوم عندهم يوم الاخضر يسموه، كله يلبسون اخضر، فبكل عيد لازم يجهزون هذا الشيء. فتدرون انتم بشهر العاشر، ما تدرون لا، بشهر العاشر اكو عيد الهالوين عندهم، فهاي عيد الهالوين يبدون يحضرون من شهر الثامن. هسه احنا بشهر الثامن، شوف هذا المحل وراي، هذا مجمع كامل بس تحضيرات العيد الهالوين. فهسه راح اخذكم واصور لكم من الداخل واشوفكم شنو ذي، فخليكم وياي حبايبي. شباب اليوم راح اشوفكم هواية شغلات وهواية امور. طبعا انتم تدرون عيد الهالوين هنا اللي يصير بامريكا يحضروا له هواية تحضيرات، يعني هواية شغلات يسوون. فاحنا اليوم بهذا المحل، محل عملاق بس مال التحضيرات مال عيد الهالوين. كل شيء تتمنون ذي بقى هذا القلب، هذا قلبه اشلعه واعطيكم اياه. تدللون انتم غير احبكم. راح اشوفكم هسه كل التحضيرات اللي موجوده هنا، فالشغلات عندهم تموت تموت. راح اصور لكم فلوق ثاني من يصير انه عيد الهالوين، من يصير من يفطرون على العالم راح اصور لكم اياه. هذا الصخاب اشوفكم بوقتها انه شلون الاجواء نعيشها شلون. مع العلم انا اول مره تدرون بيه لان هاي اول سنه، فراح اخليكم وياي. حار حار، شوفها، شوفوا الشباب، شوفوا الاقنعه اللي هنا، شوفوا هذا، حرام، شوفوا الاقنعه هذا مثل ببجي، ملابس اليقطين. ايش قد سعر هذا؟ ما حاطين السعر عليه، يقول لك هنا بليز دونت تراي اون ماسك، يعني ما يصير تستعملين. شوفوا الاشكال، هذا كل التحضيرات خاصه على عيد الهالوين. هاي عالم تجي هم مخصصين شيء يريدون يشترون، بس شغلات كلش حلوه عندهم. هذي ما يذكركم هذه. هذا الجوكر، هاي شوفوا هذي، هاي الظهر حتى كفوف وياه ولبسه كامله. شوف هاي اللبسه مالته صغير، وهذا الوجه الخاص مالته. هاي مال المهرج، هذا اذا تعرفوه هذا ممنوع بامريكا اصلا يتصور هذا، او صوره. هاي الصوره اني يعني بالانستغرام اخذ صوره، اذا تخليه قبل ينسى حسابك، هي صوره هذا المهرج طبعا، لان هاي ممنوعه هاي هنا. أنا ما ادري عاد انزل بالفيديو لو لا. شوف الاشكال، اشكال تموت. هذا حلو، هذا شوفوا حبايبي، شوفون هاي تنحط بباب البيت، وسعرها اعتقد 99 دولار. تشتغل اعتقد، بس الظاهر ما ادري شلون شغله. شوفوا باب، هاي اول شيء لازم هنا تخلي رجلك تدوسه. شو وينك يلا يا معود اشتغل. لم تزبط معنا، لم تزبط معنا، خراب خرعني غير فشلي. اللهم ان شاء الله ما حد شافني. خلاص ما صايره طبعا. شوف هذا الشكل، لان كلهم حطوا باب البيت. هذا سعره 199 دولار. خلينا نشوف هاي الثاني. يلا اشتغل، ما بدها تشتغل متى. اما الثانيه بتزبط معنا. اوه اشتغلت. Just as all the others have. Now that I have you, your soul will be mine forever. هذا هي التجهيزات. خاف ما يصير دايم عود، ما يصير مو هاي خفيفة، هاي بعدها مغلفة. خشب، هاي مو خشب، كرتون. هاي طبعا هاي بانيها من كرتون. من كل البيوت هسه من تصير، من يزينونها، من يبدون يزينونها، اشوفكم البيوت شلون راح تصير. كلهم يزينون من ذني السوالف، لان كلهم هياكل عظمية شغلات. مع العلم شغلاتهم مو كلش غالية،
هاي شوفون سعرها 7 دولارات تقريبا 2 دولارات وهاي كلها هاي سعرها 169 دولار. البدله مال المهرج هاي، هاي لبسه مال هاي. اوه هاي اقول وين شايفها، هاي من شايفها بالبوبج. شوف ذني اللبسات كلهن لبسات شغلات كلش حلوه عندها. هاي مخدات مال هالوين كلها مال هالوين، كل شيء عندهم عباره عن مال هالوين. هوم ديكور يقول لك هذا اغراض مال بيت، مال ديكورات مال بيت، مخدات، كلاسات. اوه هاي حلوه، هاي 4 ريات اعتقد، بس الظاهر انه ما ينفذ نزل شيء هنا. وهنا ما اقول لكم يعيشون الاجواء، يعيشون الاجواء. شوف حتى براميل هاي تخلي بيهن ذني الاسلحه عندهم. شوف شوف الاسلحه، طبار، هاي مال منشار، سكر اسباني، مال عركات، حتى دنافيس، دنافيس بيده هم موجود، شواكيش مال عركات، منشار. شوف هذا الشكل، او ماي جاد، حتى شعر عندهم، هذا شعر مال فيكتور، حتى شعر عندهم، كل شيء متوفر عندهم. واو شوفوا هاي شغلاتهم كلش حلوة، قرعة هم اذا تريدون، انواع التسريحات والشعر متوفر عندهم، كل شيء ببالك. هو ذني ما يصير نلبسهن، لو يصير نلبسهن كان شافتكم وياهم، لو اقدر البسها. شخصية سارة اخذيها منها الظاهر، هاي هنا الظاهر مثل العودة، هاي تنفتح وتلزمها. هذا صوت كل ضوج، هذا الصوت اللي يطلع منها. البنات اعتقد اللبسات مال البنات هيك يلبسون، شوفوا تنورات وهذا اللبس بأجنحة. واو هاي الاسنان، الانياب اذا تشوفوهن، انياب مال هاي الشخصية. هاي الاسنان هم هنا متوفرة، هذا عمو ترامب هنا. شوف هاي حركة خرابة، عمو ترامب خلامات ما يقدر يلبسهن. هذا قناع حمو عمو ترامب. هاي هنا غرفة مال ملابس تقدر تبدل لبسات، هاي مال بنانا، هاي مال صناديق، مال صوصج. اوه شينا، حتى عمو الشرطة عندهم هنا مال صوصج. شينا شينا ايش دي يحسون ذا. شوف هاي لبسة هلا تموت من الضحك، سعرها 60 دولار. شوف شلون تنفخر، طبعا هاي رجل يصير هنا وهذا يصير منفوخ وهذا هو هيك يمشي. مال حمام ديناصورات، شنو اللي ببالكم؟ هاي اللحية مال سيزون التاسع. شوف هاي اللبسة، هاي لبسة كاملة تتكون، هذا التراك مالتها وهذا الراس مالتها، هاي السترة مالتها. إذا تشوفون إذا تلاحظون شخصيات بوبجي كلهم ياخذوها من هنا، من مال التنكر مال شو اسمه، حتى مال قرصان متوفرة. هاي اللبس مال قرصان، هاي التراشي، هاي مال العيون، هاي الأسنان، السن مالته الذهبي صغير، وهذا المسدس مالته، السيف مالته، كل شيء هنا مال قرصان قلت لكم. ثاني هذا مال قرصان، هاي اللبسة مال قرصان، كله يكون متوفر مال قرصان، السيف، الأسنان، الدرع، كله متوفر مال قرصان. شوف هنا هاي اللبسة متوفرة، تاخذ وياها هاي مثل لعبتك. شوفون هاي، شوفوا هاي يو فولو تو. شوفوا من هنا صار شكل، قدامها صار شكل. واو شوفوا الاشكال، هذا وجه مال زومبي، طبعا شكل مال زومبي صاير وجهين. هذا هم كذلك، هو مطلع لسانه، هذا بيبي زومبي. هذا هم كذلك هيك،
هذا البيبي زومبي، شوفوا هذا البيبي زومبي هسه غير يصير فوكس. هذا بيبي زومبي سعره ايش قد؟ هذا بيبي زومبي سعره 42 دولار. لعابة مال زومبي تمشي. هاي الحلقات تلقون معلقين برس السيارة، باقي السيارات انه يعلقون مثل هاي الحلقة الرجل طالعة من جوا الايدها. شباب هاي الشخصية كلهم باعوا بس الدوسين، بس الدوسه ما مشكلة خضاني خرعوا انا قلت لكم خضاني. شوفوا شوفوا شلون يتحرك. ايه بعد عمك ايه بس يضحك هذا ما ادري. حتى هاي الدوسه اعتقد صدق تخضع طبعا. سمعوا الصوت هنا ما سمعوا. Halloween is so frightening. I can't bear to watch scary things. I'm such a sensitive soul. Perhaps you will come closer and keep away the boogeyman. Step right up. The voice to live in our inside wins the prize. شوف هذا صندوق شباب بس راح ادوسه اشوف شنو يطلع من عنده. هذا شباب شوفوا بس طيب الحلوين وصلنا لنهاية المقطع اليوم، أتمنى يكون الفلوق عجبكم، إذا عجبكم دوسوا زر اللايك، إذا ما عجبكم ما دوسوا زر اللايك، إذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات، راح أخليكم حسابي الانستغرام جوا بالوصف، أتمنى تضيفوه، وبس ها هي طف الكاميرا.